افتح ابوابك للجايك منك مدن الريده وليك افتح للفرحه شبابيك وطنك وجدانك ووجداني ما تيأس حاول وحياتك تاني. تواصل محاولاتنا في الساعه الثانيه لصباح الشروق على الهواء مباشره. نرحب بكم بكل اللي انضموا الان لمتابعتنا وكل الناس المعانا دائما في صباح الشروق. حفيدات اماني ريناس واماني شاخيتو كانوا موجودات في ساحه التغيير في السودان بالزغروت بتاعتهم. هم الهبوا حماس الشباب لانه يمشوا لقدام ويدفعوهم عشان يحققوا المراد والاهداف. المراه السودانيه حاضر في الثوره الظافره كمان، ما الادوار فقط لتغيير النظام، برضو عندها جوانب ثانيه في الاحياء. عشان كده الليله حنستضيف معانا ريان صلاحيه ناشطه في الاحياء، حنتكلم عن دور المراه اللي ممكن تقوم به في الفتره دي في الاحياء، المفروض تعمل شنو عشان الحي يكون جميل كده وتكون بنياته او تفاصيله الداخليه مكتمله وكده. دي عمليه البناء، البناء بيبدا من الانسان نفسه، فبالتالي يتحول لجانب المراه لان هي العمود الفقري لهذا المجتمع السودان. اهلا وسهلا، كيف صباح الخير؟ صباح النور، اهلا بكم واهلا بقناه الشروق. صباح الخير عليكم كلكم على كل الشعب السوداني. شكرا على الاستضافه. الحمد لله، يعطيكم العافيه. نحن الله سعيدين بك في صباح الشروق. والعمل في الاحياء، انت من الدرجات تحديدا، نحيي كل الناس الدرجات اليوم في صباح الشروق، من يوم تحيه خاصه جدا عبر الفقره دي، ومن خلال ان شاء الله نعكس ادواركم الكبيره هناك في درجات. لكن خلينا نتكلم اولا انه النيه اصلا في العمل، من منطلق انه كل عمل بالنيه يعني، فده بيعكس لنا مدى ارتباط المواطن بالحي بدون انتماءات بدون اي شيء، لازم يكون في ارتباط بالحي اصلا عشان ما انا اقدم للحي. طيب، هي فعلا الحاجه دي لابد منها في اي منطقه، بغض النظر عن اي منطقه، ما لم يكون الناس بتعرف بعض بتتعارف. الحاجات او الفكره اللي ممكن تطرح، انت كيف تخلي انك انت زول محبوب، بغض النظر انك انت زول محبوب، الحاجات اللي انت ممكن تسعى عليها عشان تحبب الناس فيك. انا لما اجي اطرح حاجه او اجي اطرح عمل، لابد انه انا اكون عندي قوه بتاعت شخصيه، ما عشان اخوف الناس، لا بالعكس، عشان انا احبب الناس فيني، عشان اطرح الفكره اللي انا عايزه اقدمها. احنا هنا في السودان يمكن بسيطين حد البساطه، يعني ما محتاج انك انت تجي ترعي بزول او تتكلف عشان انت تعمل حاجه عشان تعكس بها حاجه، بل بالعكس بتجيهم بالحاجه اللي بتخدمهم، بالحاجه اللي هم بيحبوها فيك. خليك صريح، البلد دي بغت صاها الصراحة، محتاجين لصراحة في كل حاجة احنا بنعملها. انا حعمل معاك واحد اثنين ثلاثة وحاقدمها لك، لما تقدمها المرة الجاية لو حتطلع في حاجة كذب الشارع حيطلع وراك، او الناس اللي انت مشيت طرحت لهم الحاجة حتبقى معاك. فنكون واضحين، الناس السودان بصورة عامة ما محتاجة التكلف اللي احنا ممكن نكون عايزين نعيش به، حاجات بسيطة تخلي انه كل الناس تكون معك. اها، ويد ليد بتجدع بعيد. ولو تكلمنا عن اخواتنا وامهاتنا وخالاتنا الموجودات في الاحياء، لما تنصندوق واللمات اللي بتكون دائما في البيوت دي، أيوة. فممكن نستغلها غير انها للرفيه كذا او للترفيه عفوا، ولجانب ثاني مشكلات الاجتماعيه اللي بتكون وحلحلتها او كذا. لو تكلمنا عن انه اللمات دي نخصصها لخدمه الوطن ولخدمه الحي، فهل ممكن من خلال احيانا من خلال صناديقنا اللي بتكون موجوده عند امهاتنا في الاحياء دي ممكن نستغل الحاجه دي؟ وانتم دوركم في الحته دي شنو يعني؟ اكيد ممكن نستغلها، ممكن تستغلها في حاجات كثيره كمان. يعني زي ما انت قلت، اللمات والقعدات هم بيقعدوا وبيتفاكروا، فبيجي تجي الكلام والله مثلا نعمل الحاجه الفلانيه، هم يعني هم كنسوان او كنساء او انا كمراه عموما، في القعدات زي دي بقول لك مثلا عندنا الخاله الفلانيه حصل لها الحاجه الفلانيه، فتلقائيا بتلقاهم هم يتكاتفوا للحاجه دي وسعوا ورا انهم هم يعني يصلحوها او يشوفوا هي الحاجه اللي هي عندها، سواء كانت عيانه عندها فرع عندها عزاء ايا كان نوع الواجب اللي هم المفروض يقوموا به فبيقوموا به. حاليا كميه الوعي اللي بقت منتشره في الاحياء بعد الثوره بالذات فتحت عيون المراه لحاجات كثيره، لدور المهم انها هي تكون موجوده. سلفا هي كانت موجوده حصلت لها فصل او حصلت لها فتره بتاعت انتكاسه اللي هي كانت في الثمانينات، بس بعديها رجعت بصوره اقوى، واقوى من كده رجعت في 2017، واسع عندنا هنا في الثوره بتاعتنا بعد ما جينا راجعين في 2019 في ديسمبر. فدي كانت او 2018 عفوا،
فدي كانت حاجات قوية جدا، يعني طرحت للمرأة وجودها، طرحت لها كينونتها، بقت أيقونة للثورة، في حين إنه هي من زمان أساسا موجودة، يعني ما بننكر حقها. فكانوا بيسموها الكنداكة أو الأميرة. لحد حاليا أو في الوقت الراهن في ثورتنا بتاع ديسمبر دي، طلعت تاني من أول جديد وتقال عليها إنها هي كنداكة، اللي هي باعتبار المرأة عظيمة، المرأة الملكة. فواصلت في نضالاتها. الانتكاسة اللي حصلت كانت في اللي هي في الثمانينات، الفترة بتاعت الانقلاب العسكري، اللي هي لما حصل بعديها إنه محو كل طموحات المرأة، يعني حذفوها من كل حاجة، من مشاركتها، من أي حاجة. بس رجعت تاني زي ما قلت لك في الألفينات بصورة أقوى من كده، لما مسكت كمان دور في البرلمان، يعني دخلت قوية جدا. ففي 2015 كانت عندنا واحدة من الكنداكات رشحت نفسها لأنها تكون من رئاسة الجمهورية، فكانت قالت عبارة مشهورة جدا، إن هي قالت حتزعل إنها تبقى رئيسة جمهورية السودان امرأة، وإن الرئاسة ما حصرية أو ما حكرا على الرجال بس. فدي كانت من أقوى الدوافع اللي خلت المرأة تطلع وتزعى وتتحرك، في حين إنه الكنداكات النوبيات بدوا من بدري، فهم ماشيين في نفس النهج يعني. جميل. طيب ما على مستوى الأحياء بس، على مستوى السودان كله، شايفة شنو المأمول والمنتظر من المرأة السودانية في المستقبل القريبة والحياة، الخطوات الجاية شنو المفروض تعملها؟ طيب أول حاجة في الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية اللي احنا حاسلين فيها، أو فترة الثلاث سنة الجاية اللي احنا عايشين من خلالها استحاليا، في تمثيل مميز للمرأة بالمناسبة، في تمثيل مميز جدا من رئيس مجلس الوزراء اللي هو أستاذ حمدوك، فكانت نسبة كبيرة جدا لمشاركة المرأة في حتى في تكوين اللجنة، أو في تكوين في تكوين المجلس السيادي، في تكوين المجلس الانتقالي كله بعصور عامة، في القضاء حتى في التفاوض، الفترة بتاعت التفاوض كانت عندنا كنداكة ممثلة الحاجات دي بصورة كويسة جدا. فإن دل بيدل على إنه الشعب كله سواء كان رجل أو مرأة حاليا بدأ يدرك أهمية وجود المرأة، يعني المرأة هي جسد، ما بتجزأ من الثورة، ما بتجزأ من الرجل، ما بتجزأ من وجودها في العالم كله بغض النظر، يعني هي قيادية في البيت، في البيت هي زولة قيادية في كل حاجة. فده ما بيمنع إنها هي تكون قيادية في الشارع، ممكن إنها تكون قيادية في محل شغلها. أها. طيب شفنا الكنداكات في ساحات التغيير، يعني كان عندهم دور كبير جدا، بتسابقوا وكانوا جنب يعني الرجل السوداني أو الشاب السوداني، هم دائما سباقين كانوا وبيلهوا بالحماس دائما في قلوبنا. فلو تكلمنا في مجالات مختلفة، كان في مبادرات كثيرة نشطت إنه ساعة لبلدك، أي زول يخدم بلده بالحياة المتوفرة له هو في مجالات أو كذا. ففي الأحياء دي أو في أحياء السودان ككل، أنت الآن ممكن تمثل حي، لكن أنت الآن في محيط ممكن تمثل أحياء السودان عموما، فالمطلوب شنو؟ أي واحد في عمله ممكن يقدم للبلد شنو؟ إحنا حاليا محتاجين كثير، محتاجين كثير. بلدنا حاليا فعلا ماشي خطوات ثابتة جدا بنسبة في سوداننا أو بنبني في سوداننا الجديد. إحنا لما طلعنا للثورة دي ما بنكذب إنه نحن كنا متوقعين نسب بتاعت موت، متوقعين أي حاجة ممكن تحصل، لأنه إحنا ما طلعنا لحاجة سهلة، إحنا طلعنا لدولة عميقة لها أكثر من 30 سنة، هي مسكت 30 سنة، لكن عشان تصل للفترة اللي هي مسكت فيها فهي ساعات كثير. فحاليا كل زول فينا لو بدأ يطور في نفسه، بدأ يطور في المنطقة اللي هو فيها، بيبدأ التطور. أنت طور نفسك، تطور المنطقة اللي انت فيها، حتلقى كل الناس ماشية في نفس الطريق، حيبقى التغيير واضح، حتبقى الخطوات حتكون بعد دمج، يعني حاليا الناس خطواتها ثابتة، فحتبقى بعد كده خطوتك ملموسة، انك انت عايز تعمل شنو، الفكرة اللي انت وصلت عليها حتطرحها لغيرك، او انت حتعملها غيرك حيشوفها، حتبقى انت ماشي في خطواتك الثابتة علشان تعكس، علشان تطور. احنا في النهاية عايزين سودان جديد، دي حاجة مهمة سواء كان من مرأة او من رجل. فعلى نطاق العمل، على نطاق البيت، على نطاق الأحياء، على نطاق الشارع، احنا بنصادف ناس مرات ما بنعرفهم، فبتلقى فجأة انه بيتكلم معاك البلد والحاصل والوضع وانت أسي. يعني احنا ككنداكات واجهنا اول حاجة صعوبة شديدة في الشارع، تطالع عليه الفكرة شنو، عشان تعمل شنو. وما احنا بس ككنداكات، حتى الشباب معلش، يعني هم كانوا بيقولوا دي قلة أدب من الشباب، يعني ما حاجة هم يعني يفتخروا بها. حاليا لما مشينا في خطوات ثابته بقينا نحن الغايدين الثوره، بقينا نحن الغايدين الشارع. انتوا حركتوا المفهوم اللي كان سلبي عند الناس، يعني حتى عند الجيل السابق لنا اكيد.
فزمان بيقول لك انت زول اكبر من 40 سنه في ثورتنا دي ما تناقشه، بل بالعكس بيقول لك ايوه انتوا جبتوا الثوره، يعني الاختلاف كان توتال، احنا في بدايه الحراك انت بيت طالعه ماشيه وين؟ اقعد دي حاجه بتاعت الرجال، الرجال اطلعوا انتوا ليه فشنا؟ ما في حاجه، في بلد في السودان جديد، في تغيير حيحصل. فزي ما انت قبل قلت ايد على ايد بتجدع بعيد، لو ما احنا كنا مع بعض ما في حاجه حتمشي لقدام. جميل. طيب انت ناشطه في الاحياء، وتحديدا خلينا نتكلم عن الدرويشات زي ما انا اشرت في البدايه، شنو الملموس منكم كليان الان في الدرويشات، وشنو المأمول برضه في المستقبل القريب؟ طيب احنا لما بدينا كليجان في الدرشاب بدينا اول حاجه بالمدارس، عندنا مدرسه اللي هي مدرسه عوض الله صالح، اشتغلنا على ترميم كامل، اشتغلنا جداريات على المدرسه، اشتغلنا فيها صور اللي هي جداريات عن الشهداء، بعد ذاك اشتغلنا حملات بتاعه توعيه وندوات بتاعه توعيه عشان الناس ذاتها تفهم يعني شنو حريه سلام وعداله، يعني شنو ثوره، يعني شنو لجان مقاومه، يفهموا انه لجان مقاومه او لجان احياء هم بيخدموهم هم في البدايه، لو ان انا لو ما خدمتك او انا لما اخدمك بخدم البلد. المدرسه دي كانت حاجه يعني جميله جدا، او كانت لفته قويه شديد للجنه، اتعملت وتمت باحسن صوره، حتى اتعمل لها افتتاح وكانوا الطلبه فرحانين شديد بالحاجه دي، فما واجهتنا الحمد لله فيها مشكله. بعدين انتقلنا تاني لمشروع كان اكبر من كده، اللي هي كانت مستشفى الشهيد علي عبد الفتاح، او حاليا اسمها مستشفى الشهداء. ايوه المستشفى دي احنا اشتغلنا عليها كتير، هي تعتبر حاليا المستشفى في جنوب او شمال بحري اكثر مستشفى، او المستشفى اللي ممكن تملك كل شمال بحري غير انه زول يصل لي بحري. كانت واجهتنا فيها كميه من المشاكل، لكن الحمد لله تغلبنا عليها. الناس المنطقه ذاتهم ما قصروا، دعموا الحاجه دي، فكانت حاجه قويه من اللجنه، عرفوا بها الناس او اللجنه عرفت بها انه في ناس فعلا هم على البلد. انه لو يعني لو حصلت بقت اقل حاجه الناس بيجوا يقول لك وين ناس اللجنه؟ يبقى انت لما تعمل حاجه كويسه بدوره انت بتخدم الناس، بتخدم نفسك. يعني انا المستشفى دي قد تمرض ماما منك وداها المستشفى، ما اضطر انا اشيل هم انه انا اجيب لحد مستشفى بعيده. فكانت المستشفى دي من اقوى العمل اللي اتعمل عندنا هنا في الدرشاب شمال، ساهمت فيها اللجنه كلها من الصغير لحد الكبير، وحتى ناس الاحياء ذاتهم وقفوا معانا وقفات جميله جدا في المستشفى. كانت مشكلتنا الاساسيه فيها الاداره بتاعت المستشفى، اداره ميزانيه بحته، ان شاء الله ما قصروا، انتهوا من المستشفى. عملنا حملات حنبنيه واشتغلنا عليها وطورنا من المستشفى لحد ما الحمد لله جانا القرار من الوزاره بازالته، وتعيين دكاتره شرفاء الحمد لله جوا المستشفى، ولسه التغيير مستمر من صيانه لحمله حلبنيه. لحد امبارح عملنا تشجير داخل المستشفى وزراعه شتول، ولسه يعني لسه جايه كثير، او عشان ما نحرق ورقنا الطموحات الجايه لسه اكثر حلوه ان شاء الله في الدرشاب، سواء كان من شباب الدرشاب، من شباب اللجنه، من دكاتره المنطقه. صراحه الوقفات كانت جميله. بالعكس يعني ممكن كلامك ده يكون محفز شديد لكل لجان الاحياء ولجان المقاومه موجوده في السودان بالنسبه للبناء اللي بيحصل ده، لانه شفنا في بدايه الثوره كان في الشعارات اللي بتكتب عشان تطلع الناس، فكان في جهد كبير جدا من الشباب على انه يمحوها ويستبدلوها باسلوب التغيير الجديد. لو تكلمنا عن دوركم انتم كلجان مقاومه وانت ناشطه في الاحياء، كيف بتشبكوا مع المواطنين يعني او من سكان الاحياء؟ يعني هل عندكم يعني لجان معينه بتختص دي لجنه مهمتها كذا ولجنه كذا عشان تصلوا للنازل وتطلعوا حاجه كويسه يعني؟ طيب اساسا لجنه المقاومه ممكن نقول انها هي فيها 5 أو 6 بنود. في لجنه بتاع التنسيق تمام، او مكتب بتاع تنسيق، ده بيكون يعني رابط ما بين كل الاحياء، يعني مثلا الدرشاب، شنبات، بحر الحلفايه، على نطاق المنطقه بيكون هو رابط الربط ده. في مكتب ثاني، مكتب دعايه او مكتب اعلامي، المكتب ده بيكون شغال على حاجه اللي هو بيعلن، يعني احنا لما تقرر اننا عايزين مثلا الليله حنشتغل على المدرسه، عايزين نشتغل حمله بتاعت نظافه، عايزين نشتغل توعيه للناس الليله في المنطقه الفلانيه او في الحته الفلانيه، فاول حاجه المكتب الدعايه ده بيقوم بيبدا بيوزع قصاصات، بيشتغل بوسترات، بيكونوا شايلين ميكروفونات، اللي هي الارشاد والتوعيه، بتحصل اعلان للحاجه اللي احنا عايزين نعملها. الشعب او الشارع بيحركوا الهداف، فبتلقى الشباب بيهتفوا، باللي اول ما يبدا يحشد الناس وتبدا تتجمع بيبدا
تتكلم او يا جماعه والله شرفونا اليوم عندنا مثلا حاجه معينه في الحته الفلانيه حضوركم بشرفنا. فالناس بتجي بمجرد ما الناس تجي انت تبدا تطرح لهم الحاجه اللي انت عايز توصلها لهم. كل ما كانت الناس كبيره او حتى لو الناس كانت بسيطه اذا انت وصلت معلومتك بصوره سليمه الناس دي كان كلها حتقبل عليك في المره الجايه. في مكاتب مختصه بالمكتب المالي شغل منظم يعني هو صراحه كامل. كينونه كامله هي كينونه كامله ايوه جميل كلها منسقه. ريان احنا سعيده جدا بك عبر بساعدك صباح الشروق يعطيكم العافيه. المجال الان لكلمات اخيره او رسائل اخيره. اول حاجه بقدم لكم الشكر حسام وحمزه وشكرا لقناه الشروق للاستضافه الجميله. بس الرساله الوحيده اللي انا حابه اوصلها انه نحن عايزين سودان جديد انه نحن مفروض نتكاتف. حاجه اكيد انا عايزه اوصلها يمكن في ناس لسه ما وصلت لهم انه لجان المقاومه هي منكم حاجه منكم وفيكم. مقاومه لكم انتم، مقاومه للفساد، مقاومه للنظام البائد، مقاومه لاي اساءه ممكن تحصل لك انت كفرد ممكن تحصل للبلد كلها. فده دور اللجنه بيخدمك وبيساعدك قبل ما يخدم روحه. مقاومه ل يعني ما الصوره الذهنيه كانت مربوطه انه نقاوم عشان نصححها بصوره ايجابيه، يعني مقاومه دي يعني ما محصوره في جانب معين، كلمه فضفاضه يعني كلمه فضفاضه ممكن نحارب بها الكثير عشان يكون السودان الجديد. وانا اشير على نقطه ريان انه عمليه البناء في الاحياء هي لازم تشمل كل احياء السودان والشباب يكون عنده مهمه في المرحله دي على اساس انه يبنوا، لانه البناء بيبدا من النفس زي ما ذكرت قبل، انت تبني نفسك في المقام الاول عشان تبني بلدك.